والنيابة في الحج إنما تجوز في حالين، النيابة في الحج والعمرة إنما تجوز في حالين أو في مسألتين. الحال الأولى في حق الميت، فيجوز الإنسان أن يحج عن الميت وأن يعتمر عن الميت. والثاني الحي العاجز، الحي العاجز، وأما إذا كان قادراً فإنه لا تصح الاستنابة، وذلك لأنه لم يرد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاستنابة بالنسبة للقادر. والحج عبادة، والأصل في العبادات أن يفعلها الإنسان وأن يباشرها بنفسه، لكن رخص في مثل هذه المسألة إذا كان عاجزاً لورود النص فيها فيبقى ما عداه على الأصل.